بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم عبير نور الدين من يوميات مطبخ عبير. النهارده هنعمل جوله جديده في وكاله البلح وسوق الحد بقى وجمال سوق الحد. هنشوف بقى المعروضات اللي عندنا النهارده والفروشات الكتير اللي موجوده في الوكاله. زي ما انتم شايفين كده احنا بادئين من ناحيه الكورنيش، هنشوف بقى الحاجات اللي موجوده عندنا والفروشات اللي موجوده. دي اول حاجه فرشه كوتشيهات، الكوتش فيها ب 250، هاف بوت وبوت كده شكلها شيك قوي جميله، كوتشيهات وهاف بوت. بعد كده بقى هنشوف بقيه الفروشات عندنا، معلبات وحاجات للاكل موجوده برضو. دي بقى دي فرشه للشامبوهات والبلسم والشاور جيل، وكمان موجود برسيل جيل. طبعا انا جبتها لكم قبل كده، دي فرشة عم فتحي، كل حاجة عنده ب 20 جنيه، وقال لي ان هي شركات مش تعبية. الحاجات اللي موجودة عنده دي كلها شركات مش تعبية، يعني مش حاجات متعبية، بس مدة الصلاحية بتاعتها بتبقى قربت تخلص، يعني بيبقى فاضل عليها شهر ولا حاجة، فهو بياخدها وبيبيعها. ودي برضو فرشة الشنط اللي احنا متعودين نشوفها كل اسبوع يوم الحد، وبيبقى عليها برضو زحام وعليها ناس بتجيلها مخصوص. الشنطة ب 100 جنيه. دي كمان فرشة كريمات. واحنا دلوقتي تقريبا الساعة 8 الا تلت، كنا موجودين في الوكالة والناس شغالة زي ما انتم شايفين كده، والفروشات شغالة. الترنجات اللي قدامكم دي طقم ترنجات كاملة، الترنج ب 350 جنيه، شكله حلو قوي وجميل، وبالتيكت بتاعه كمان وخامته كمان كويسة، ده سعره 350 جنيه. هنشوف كمان فرشة تانية. طبعا الفرشات مليانة في يوم الحد، بس للأسف كان النهاردة كانت البلدية شغالة من الصبح، عمالين يقوموا في الناس، معظم الناس ما فرشتش، كانت الناس موجودة بس للأسف ما فرشتش شغلها. ودي كمان زي ما انتوا عارفين طبعا متعودين، ده الصابون بتاع الفنادق اللي موجود هناك، اللي هو الكيلو ب 25 جنيه. زي ما انتوا شايفين كده ده مكانه، ادي جراش الوكاله وهي قاعده تحت الكوبري قدام الجراش على طول، عندها الشامبو والبلسم والشاور جيل والحاجات دي كلها ب 10 جنيه، الاربع حاجات في البلسم والشامبو الاربع ازايز، وعندها الصابون الكيلو ب 25 جنيه. دي اسعارها، وهي اسعارها ثابته ومكانها كمان ثابت، هتلاقوها على طول في المكان ده مش بيتغير. دي بقى فرشه ام شهد، طبعا انتوا عارفينها، انا قلت لكم عليها كتير، وكانت موجوده يوم الجمعه بتبيع كريمات وشامبو وبلسم وحاجات من دي. النهارده بقى هي اساسا بتبيع ادوات منزليه، وهي النهارده بقى جابت الادوات المنزليه بتاعتها واشتغلت فيها، ودي قاعده قصاد قصاد الجراج من الناحيه الثانيه، هتلاقوها في دخلة شارع ضيق كده، ده مكانها الثابت اللي موجودة فيه على طول. جنبيها كمان في فرشة للسجاد، زي ما انتوا شايفين كده السجاد ده سعر المشاية 100 جنيه، ناس كتيرة قوي واقفة عليه واسعاره حلوة. دي هتلاقي مشايات فيها غلطات، وهتلاقي مشايات سليمة ما فيهاش اي حاجة، يعني موجود ده وموجود ده، فانت بس تاخدي بالك عشان ما تاخديش حاجة فيها غلطة، وانت تبقي عايزاها سليمة تقلي بس كويس فيها عشان تتأكدي ان هي مظبوطة وكويسة. ده بالنسبة للسجاد. هنكمل بقى جولتنا ونشوف حاجة تانية. انا كده هدخل على الشارع الضيق ده اللي هو قصاد جراج الوكالة، هنكمل بقى فيه لانه هو بيبقى كله فروشات يمين وشمال. هتلاقوا بقى فيه هدوم، هتلاقوا فيه كوتشيهات، هتلاقوا فيه شوزات، هتلاقوا فيه حاجات كتير قوي. هنشوف بقى كده واحنا ماشيين الحاجات اللي موجوده اهو، زي ما انتم شايفين دي فرشه للكريمات والشامبوهات، برضو هتلاقوا معظم الحاجات دي سعرها 20 جنيه، يعني ان زادت بتبقى 30 مش اكتر من كده، سعرهم ثابت كله بيبيع بسعر واحد تقريبا، خصوصا الكريمات والشامبوهات. دي فرشة تانية فيها ادوات منزلية، اطباق وحاجات من دي.
هنكمل بقى مع بعض. احنا برضو ماشيين في الشارع اللي هو قصاد جراج الوكالة زي ما انتوا شايفين كده. احنا مكملين. معلش الدنيا زحمة، وفعلا كانت الدنيا زحمة جدا مع ان البلدية موجودة وفي ناس كتيرة جدا. هوريكم كمان فروشات كتيرة قوي ملمومة ومحدش فرش، معظم الناس ما فرشتش لان البلدية كانت واقفة الصبح وكانت بتلم الناس مش عايزة حد يفرش. فهتلاقوا يعني في هنا في المنطقة هنا يمكن عشان ضيقة شوية فما كانش في حد داخل لهم، لكن من الناحية التانية كان كله لامم شغله، كانش في حد فارش حاجة في نهاية الشارع، يعني ما كانش في حد فارش حاجة. دي كمان فرشة كوتشيات ب150 جنيه. هنشوف حاجات تانية برضو، حاجات حلوة معروضة. وطبعا مش عايزة اقول لكم الجو كان ساقع ازاي الصبح، كان ساقع بشكل صعب جدا، كان الهوا شديد والجو ساقع ساقع. فربنا يرزق الناس دي يا رب ويديهم على قد تعبهم، ونزولهم في الجو ده ووقفتهم دي بصراحة ربنا يجازيهم خير ويرزقهم يا رب. دي برضو حاجات للأكل. هتلاقوا بقى معروضات الأكل دي كتير قوي، المعلبات والحاجات دي هتلاقوها كتيرة جدا. دي برضو كوتشيات، وأنا شفت كمان حد بيبيع شوكولاتات مستوردة وحاجات كده، سناكس وحاجات كده مستوردة شكلها حلو قوي وجميلة وعليه إقبال وناس بتجيله مخصوص. هنشوف برضو النهاردة في الفيديو الشنطة دي، الفرشة دي أي حاجة فيها 100 جنيه، الشنطة الفرو دي ب100 جنيه، وأي حاجة موجودة عليها ب100 جنيه. كمل بقى زي ما انتوا شايفين كده. دي برضو اطباق بقى وبرادات وكوبايات، حاجات كده كتير، ادوات منزليه كتير. ودي موجوده هنا على طول ثابته، يعني الشارع الصغير اللي قصاد الجراج ده مجرد ما هتخشوها هتلاقوا الناس دي موجوده ثابته على طول. كل حد انا بشوفها في ناس بتغير اماكنها وفي ناس بتبقى ثابته في مكانها. في ناس ببقى نازله لها مخصوص عشان اشوفها، الحد اللي بعده ببقى نازله لها مخصوص عشان اخد تليفونها او اخد اي معلومات عنها، بلاقيها مش موجوده اساسا بتغير مكانها. فده وارد وده عادي يعني. وفي ناس ثابته في مكانها ما بتتحركش زي ما انتم شايفين كده. برضو في كوتشيات تاني، في ادوات منزليه. كمل مع بعض، احنا كده ماشيين في الشارع الصغير ده. الشارع كل ده كل ما بتمشي فيه كل ما بيضيق اكتر، لحد بقى ما بنطلع منه في مكان واسع بنبتدي بقى نشوف الفروشات اللي هناك. دي كمان الشنطة دي عجبتني قوي، دي برضو الست دي موجودة على طول، كل حد بشوفها بنفس المعروضات بتاعتها، بتعرض حاجات سواريهات كتير. الاسعار عندها حلوة قوي. الشنطة دي ب75 جنيه السواري، اي حاجة بقى من اللي معروض ده ب75 جنيه، وحاجتها حلوة قوي، بتبيع حاجات كويسة ونظيفة كمان وجديدة مش مستعملة، ومكانها ثابت زي ما قلت لكم. كل ما بروح كل حد بلاقيها ومعروضاتها معروفة. هنكمل بقى. اما بقى اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده، بصوا بقى الطريق كله فاضي ازاي، كل ده ما فيش فروشات فيه خالص، ده كله كان بيبقى مليان وناس قاعدة يمين وناس قاعدة شمال وناس واقفة بتبيع وناس بتفتح بلات وبتنادي على الناس باسعار رخيصة جدا. بصوا الشغل اهو مقفل ومركون على جنب كله لان البلدية كانت واقفة لهم، فمحدش عارف يفرش يعيني بالرغم من نزولهم في الجو ده، بس للأسف ما فرشوش، ربنا يعوض عليهم يا رب. أما بقى الحاج اللي قاعد على الجنب ده راجل زي العسل بصراحة، أنا بحب أعدي من هناك عشان أشوفه على طول، تلاقوه قاعد كده مشغل عبد الحليم حافظ وقاعد، كل ما بعدي كل حد بلاقيه قاعد القعدة دي ومشغل عبد الحليم بصوت عالي جدا وقاعد بيسمعه، بصراحة راجل صاحب مزاج، ربنا يبسطه يا رب. دي بقى فرشة أم عصام زي ما احنا متعودين وعارفين ايه اللي عندها، وريتها لكم قبل كده كذا مره. دي معروضاتها النهارده.
دي كمان فرشة صابون ومعلبات وديتول، حاجات كده كتير. هنكمل بقى في برضه في نفس الشارع، احنا مكملين. دي توابل، عنده توابل وعنده برضو حاجات للأكل كتير. ده بقى الفرشة اللي فيها الشوكولاتات المستوردة والسناكس المستورد، عنده حاجات حلوة قوي، أسعارها حلوة جدا. ولاحظت ان الناس بتجيله مخصوص، من يعني بتيجي مخصوص ليه وبتشيل من عنده كميات كبيرة. عنده مكسرات، عنده الهوت شوكليت ده كمان، عنده الكيس ب50 جنيه كيلو، ده كاكاو تقريبا على ما أعتقد. الكيس كيلو ب50 جنيه، الشوكولاتة دي الـ4 بـ10 اللي هي الـ77. في عنده كمان شوكولاتات تانية، وعنده سناكس، عنده الدوريتوس المستورد ب20 جنيه العلبة، معلش انا كنت بفتكر بس هي كانت بكام. عنده الكوين سويتس دي ب80 جنيه العلبة. عنده بقى شوكولاتة كيت كات، عنده انواع شوكولاتات كده حلوه وجميله ومعروفه، وناس بتجيلها مخصوص. عنده الفتنس ب24 جنيه الكيس، زي ما انتم شايفين دي الحاجات اللي موجوده عنده. وطبعا المكسرات بيبيع بالوزن، الناس واقفه له كتير وناس بتاخد من عنده كتير بصراحه. دي كمان فرشه تانية لتكمله فرشه ام عصام، بقيه الادوات المنزليه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده، البولات اللي عندها دي والطواجن، ده حاجات حلوه جدا واسعارها حلوه جدا. يعني بصراحه ام عصام دي اللي عايزه تجيب حاجه تروح لها مخصوص، مش هتندم يعني. رحنا فرشه تانية بقى بتبيع حاجات الفنادق، الفوط والخدديات وللحفه. زي ما انتم شايفين الفوط دي الفوطه ب20 جنيه، عنده الخدديه اللي هي الريش نعام ب75 جنيه، عنده اللحاف ب100 جنيه. كل الحاجات دي طالعه من الفنادق، وهي دي اسعارها عندهم، ما فيهاش فصال. عنده كمان الكليمه، الكليم الصغير ب50 والكليم الكبير ب200 جنيه. دي اللي طبعا هو مش فرشه واحده، هو اكتر من فرشه زي ما انتم شايفين كده. دي كلها الحفه جايه من الفنادق، والخدديات برضو من الفنادق، والفوط برضو. دي ستاره بلاك اند اوت ب75 جنيه، ستاره 2 في 3 تقريبا او 3 في 3، انا مش فاكره المقاس بالظبط، ب75 جنيه. ودي الكليمه اللي انا قلت لكم عليها، الكليم الصغير ب50 والكبير ب200 جنيه. وطبعا عندهم فوط وعندهم كبرتيات، عندهم حاجات كتير، بس حاجه الفنادق هي للحفه والخداديات والفوط. هنا في دي ستاير، عندنا هنا الستاير المتعلقه دي بيبيعوا المتر فيها ب15 جنيه زي ما انتم شايفين دي اشكالها. في كمان الثري دي المتر فيها ب15 جنيه. اما بقى اللي قدامنا المطبقه دي المتر فيها ب35 جنيه، دي كلها ستاير. انت بتختاري بقى وبتقطعي الامتار اللي انت عايزاها. بعد كده بقى هنشوف شويه استندات كده، ودي برضو ستاير بلاك اند اوت اللي هي بتحجب الضوء، موجودة هناك كتير. برضو في حد كان قاعد بيخيط، برضو لو عايزة تخيطي ستاير ولا حاجة، في واحد مخصوص قاعد بيخيط لك، يعني هتاخدي اللي انت عايزاه وهو هيخيطه لك. حتى الزراير هناك في الوكالة بتتباع زي ما انتم شايفين كده، عربية مليانة زراير، يعني انا وقفت لها قلت حتى الزراير بتبيعوها، يعني كل ما تتخيليها هتلاقيه موجود هناك اثناء جولتك. الجاكيت ده ب150 جنيه. بعد كده بقى لفينا على الكوتشيهات تاني. طبعا يوم الاحد بتبقى الوكاله عامره بالكوتشيهات صراحه. شفت الدباديب دي، الدبدوب الكبير ده ب25 جنيه والصغير برده ب25، شكلهم جميل جدا وسعرهم رخيص قوي وشكلهم نظيف كمان، يعني كبار ونضاف، وب25 جنيه الدبدوب. ودي برده فرشه برفانات، احنا هنا برده لقينا ادوات منزليه، بس يعني في عندها حاجات جديده وفي عندها حاجات مستعمله. الطقم ده جديد زي ما انتم شايفين كده، والهون ده لفت نظري بصراحه، شكله شيك جدا وعجبني. الهون ده ب70 جنيه، شكله ظريف وتقيل، يعني كمان الخامه بتاعته مش خفيفه، لا تقيله وحلوه وشكله ظريف. انا اول مره اشوف الشكل ده في الهون، حبيت اوريه لكم، شكله جميل قوي. ده ب70 جنيه. وطبعا بقيه الحاجات عندها في حاجات مستعمله وفي حاجات جديده ما استعملتش.
زي احنا برضو الفرشة دي بنعدي عليها على طول، وعلى طول موجودة في المكان ده وثابتة ما بتغيرش مكانها. برضو اثناء ما انت بتلفي في الشارع، لان الشارع ده يعني مش شارع صغير، لا ده شارع كبير، وبتفضلي تلفي فيه يعني مش بتمشي في مكان ثابت. في كمان الملايات دي، الملاية ب 250 جنيه، دي اشكالهم سعرهم 250 جنيه. احنا كده هنلف، احنا دخلنا من شارع وهنطلع من شارع تاني خالص برضو على شارع 26 يوليو. فبتاخدي اللفة دي كلها في الشارع كله، فيه فروشات، فيه حاجات كتيرة، وانتي بقى وحظك على حسب ما تلاقي الحاجة اللي تعجبك. والناس واقفة بتشتري ما شاء الله. بس هي مشكلة يعني اللي قابلنا النهاردة مشكلتين، مشكلة البلدية ومشكلة الجو، كان ساقع جدا يعني والله، الناس كانت قاعدة بردانة بردانة، مش عايزة اقول لكم بردانين ازاي، وطبعا قاعدين في الارض، فالله يكون في عونهم وربنا يرزقهم يا رب. فدي كانت يعني سبب مخلي الناس الاقبال بتاعها كان النهاردة مش زي كل حد بصراحة، يعني النهاردة كان الاقبال ضعيف شوية، بالاضافة لان ناس كتير ما فرشتش شغلها. دي برضو فرشة لعب اطفال زي ما انتم شايفين كده، كله كل اللي معروض عنده لعب اطفال. دي كمان فرشة تانية فيها فساتين زفاف، دي فرشة تانية عليها ادوات تجميل زي ما انتم شايفين، كلها جديدة ما فيش حاجة فيها مستعملة، كلها حاجات جديدة. ولقيت عندها بدلة الرقص دي عجبتني قوي، شكلها جميل جدا ولونها حلو قوي قوي، سعرها 300 جنيه. هي ما يعني مش مستعملة، هي جديدة، وهي بتقولي انا ببيعها بالسعر اللي انا جايباه بيها، لان هي كانت جايباها لبنتها فباعتها بتبيعها بنفس السعر. صراحة البدلة شكلها حلو قوي وجميلة، ولونها كمان جميل جدا، هي بتبيعها مع المكياجات اللي عندها. في كمان عندها برفانات، طبعا يوم الحد بيبقى موضوع البرفانات والشامبوهات والمكياجات، بيبقى الحاجات دي موجودة وموجودة بكثرة يعني، هتلاقي وهتلاقي كتير قوي. دي كمان فرشة تانية فيها الزعانف دي بتاعت الغطس، دي فرشة تانية عليها ذهب صيني زي ما انتوا شايفين، الغوايش دي الواحدة ب 25 جنيه. في فرشة تانية شفنا عليها الهدوم دي، وبرضو عليها مجموعة من الكريمات، دي تاني فرشة طبعا دي احنا عارفين احنا بنعدي عليها دايما وموجودة في نفس المكان، كان عليها فساتين الزفاف دي. ودي فرشة تانية فيها الأدوات منزلية عندها، أنا سألت على طقم الخشاف لقيته ب 150 جنيه، وفي طقم حلل هوريهولكو كمان سألت عليه قالت لي ب 2600 جنيه، هوريهولكو دلوقتي. هو طقم الخشاف اللي قدامنا ده، ده طقم الحلل البامبا ده، هو اللي ب 2600 جنيه. هنكمل بقى بقية الفروشات بتاعتنا، الكوتشيهات هنا ب 150 جنيه. دي بقى فرشة الاستانلس، دي الست اللي بتقعد دايما في شارع 26 يوليو، وعندها حاجات الفنادق او الاستانلس بتاع الفنادق، هي معروفة جدا هناك واسعارها غالية شويتين، بس كل شغلها بصراحة استانلس جميل جميل جميل، مش عايزة اقول لكم جميل ازاي. هي حاجتها غالية وما فيش عندها فصال، وهي كلمتها واحدة، انا يمكن عرضتها لكم قبل كده واكيد انتوا عارفينها، يعني في كتير بيعرضوا منتجاتها او الحاجات اللي بتبيعها معروضاتها، فهي سعرها ثابت، لما بتقول سعر ما بترجعش فيه ولا بتفصل فيه، بس بصراحة حاجتها نظيفة جدا والاستانلس بتاعها ممتاز، فانت تجيبيه من عندها وانت مغمضة وانت اللي كسبانة. وهي على فكرة كان في عندها حلة كبيرة قوي، هي ظهرت معانا في الصورة، الحلة الكبيرة دي سألتها على سعرها طلعت ب 800 جنيه. هنكمل بقى الاستاندات اللي موجودة في شارع 26 يوليو، احنا طلعنا بقى الشارع بره، وكده جولتنا تبقى خلصت. يا رب تكون جولة النهاردة عجبتكم واكون فدتكم بحاجة. اشوفكم بقى في جولة جديدة ان شاء الله. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم لايك وشير للفيديو، ولو انت اول مرة تشوفيني سبسكرايب للقناة. الجو النهاردة كان ساقع جدا، يا ريت بقى تشجعوني وتكتبولي كومنت حلو، واشوفكم في جولة جديدة ان شاء الله.
إلى اللقاء، باي باي.